هل أنت مستعد لتدريب مكثف لعقلك؟ في جعبتي بعض الألغاز المسلية، وسأمنحك 10 ثوان لحل كل منها، لكن إن احتجت إلى المزيد من الوقت فلا تتردد في إيقاف الفيديو مؤقتاً. حسناً، سنبدأ بألغاز سهلة لإحماء عقلك. أنا واحد في الزاوية وواحد في الغرفة، لكن لن تجدني في المنزل أو الملجأ. هل يمكنك أن تخمن من أنا؟ انتهى الوقت، إنها التاء المربوطة. هناك 5 برتقالات في سلتك، لديك 5 أصدقاء يريدون تناول برتقال. تعطي كل واحد منهم برتقالة، لكن تتبقى برتقالة واحدة في السلة. كيف فعلت ذلك؟ حسناً، لقد قدمت البرتقالة والسلة لأحدهم، لابد أنه عزيز على قلبك. كان سام ينظف النوافذ في الطابق 36 في مبنى مكتبي، وفجأة انقطعت الكهرباء ولم تعد الرافعة قادرة على الصعود أو الهبوط. كيف تمكن سام من النزول دون الحاجة إلى الانتظار؟ لم يذكر اللغز أن سام كان ينظف المبنى من الخارج، لذا فإنه نزل من الدرج وخرج من المبنى. تقود سيارتك في الشارع وترى 3 أبواب أمامك. يقول الأول: شوكولاتة غير محدودة، ويقول الثاني: مال غير محدود، والثالث يقول: بيتزا غير محدودة. أي باب ستفتح أولاً؟ بغض النظر عما تفضله، يجب عليك فتح باب السيارة أولاً. فيما يلي ترتيب غريب من الحروف: واو، ألف، ثاء، ألف، خاء، سين. يبدو ترتيباً عشوائياً، لكن هل يمكنك معرفة ما يعنيه وكيفية إكماله؟ إنها في الواقع قائمة بالأحرف الأولى للأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. لذا يمكنك إكمال القائمة ب سين، ثاء، تاء، عين، وهلم جرة. يريد نيك اصطحاب صديقيه إلى السينما، لكنه لا يريد إنفاق مبلغ كبير. أي طريقة ستكون أرخص؟ اصطحاب كل منهما إلى السينما على مرتين، أو صديقين مرة واحدة؟ إن كان نيك سيدفع ثمن التذاكر، فمن المنطقي أن يذهب مرة واحدة لكن مع كلا الصديقين، وإلا فسيضطر لشراء تذكرة لنفسه مرتين، وشراء ما مجموعه 4 تذاكر بدل 3، أو يمكنه الانتظار حتى يتوافر الفيلم على نتفليكس. أكدت جيل لجميع من حولها أنها قادرة على التنبؤ بنتيجة أي مباراة قبل بدئها. لم يصدقها أي أحد في البداية، لكن عندما تابعوا مباراة معها عرفوا أنها لا تكذب. كيف فعلت ذلك؟ جيل ليست عرافة في حال فكرت في ذلك، مجرد أنها تعرف أن نتيجة أي مباراة قبل بدئها 0-0. قرر رجل بناء منزل تواجه جميع جوانبه 4 جهة الجنوب. انتقل للمنزل بعد اكتماله ورأى دبا خارج نافذته. ما لون الدب؟ من المؤكد أنه أبيض اللون، فالمكان الوحيد الذي يمكنك بناء منزل فيه، بحيث تكون جميع الجوانب مواجهة للجنوب، القطب الشمالي. حسناً، يسعدني أن أخبرك أنك جاهز للتحدي الحقيقي. لننتقل إلى المستوى التالي. رأت سالي شخصاً غريباً لم يسبق لها مقابلته أثناء سفرها. لم يخبرها أي أحد عن شكل هذا الشخص، لكنها عرفته على الفور. وكلا، ليس شخصا مشهورا. كيف عرفت هذا الرجل؟ إنه شقيق صديقها التوأم.
لهما الشكل نفسه لكنهما يعيشان في مدينتين مختلفتين. وهكذا لم تقابل هذا الرجل من قبل، لكنها عرفت أنه موجود في تلك المدينة. كان الأمير الساحر في طريقه لإنقاذ حبيبته العزيزة من التنين، وفي نهاية فصل الصيف التقى بساحرة في الطريق عرضت عليه المساعدة مقابل تحقيقه أمنية واحدة لها. رفض عرضها وأخبرته أنه لن يقابل حبيبته أبداً، لأنه لن يتمكن من عبور نهر الدموع بدون مساعدتها. ومع ذلك بعد 100 يوم تمكن من عبور النهر بكل سهولة. كيف فعل ذلك؟ التقى الأمير بالساحرة في آخر شهر أغسطس، لذا بعد 100 يوم من ذلك اللقاء كان النهر مغطى بالجليد وسار عليه، ونعم حتى أنهار الدموع تتجمد في الشتاء. كان هناك رجل يقيم في غرفة في فندق أثناء رحلة عمل، وفي المساء استلقى على السرير لكنه لم يستطع الخلود للنوم. اتصل بعد قليل بشخص ولم يقل أي كلمة ثم نام. بمن اتصل ولماذا؟ اتصل الرجل بجاره الذي كان يشخر بصوت عال للغاية. كان رنين الهاتف كافيا لإيقاظه، لذا لم يضطر الرجل لقول أي شيء، وهكذا توقف الشخير وتمكن الرجل من النوم. اتصل جيك بزوجته وقال إنه سيعود إلى المنزل في الساعة 8. وصل إلى عتبة الباب في الساعة 8:05، لكن كانت زوجته غاضبة للغاية منه وقالت إنها ستطلب الطلاق إن كرر ذلك في المستقبل. هل يمكنك تخمين سبب غضبها؟ الإجابة في غاية البساطة، تحل الساعة 8 مرتين في اليوم. وعد جيك زوجته بالعودة إلى المنزل في الساعة 8 مساء، لكنه عاد في الساعة 8:05 من صباح اليوم التالي، لذا لا عجب أن زوجته غضبت منه. تلعب كرة طاولة مع أصدقائك لكن سقطت آخر كرة في أنبوب معدني ضيق تحت الأرض محاط بخرسانة. لديك بضع أدوات للاختيار من بينها لإنقاذ الكرة: عصا لحمل الهاتف وملعقة ومنشار. ما الذي ستفعله؟ رغم أن هذه الأدوات قد تبدو مفيدة، لا يمكن لأي منها مساعدتك، وبدلا من استخدامها يمكنك مجرد سكب بعض الماء في الأنبوب وستطفو الكرة إلى السطح. هناك رجل محبوس في غرفة مظلمة ومخيفة. يوجد بابان أو مخرجان من هذه الغرفة. يمكنه أن يرى من الباب الأول غرفة مصنوعة من عدسة مكبرة، ولأن هذه الغرفة مضاءة بأشعة الشمس فلن يتجاوز أي شخص يدخلها النار حيا. وفي الغرفة الأخرى يوجد نمر جائع. أي غرفة يجب عليه أن يعبرها للخروج سالما؟ يجب عليه الانتظار حتى يحل الليل وتغرب الشمس، وحينها ستكون الغرفة الأولى آمنة للعبور. أخي أصغر من أحد أقاربنا 600 مرة. لا أحد يصدقني لكن كلامي صحيح. هل يمكنك معرفة ما إن كنت أقول الصدق في 10 ثوان؟ نعم، أنا لا أكذب. عمر أخي 1 شهر فقط، وعمر جدتي 50 سنة، لذا فإن كلامي صحيح من الناحية الرياضية. تقع مدينتان على جانبين متقابلين من النهر. في إحدى هاتين المدينتين يقول الجميع الصدق دائما، وفي الأخرى يكذب الجميع دائما، ويحب سكان كلتا المدينتين زيارة بعض. هل يمكنك معرفة أي المدينتين أنت فيها بطرح سؤال واحد فقط على شخص عشوائي؟ انتهى الوقت؟ نعم يمكنك ذلك. لمعرفة الحقيقة يجب أن تسأل الشخص: هل أنت ضيف هنا؟ إن قال الشخص نعم فأنت في مدينة الكذابين، أما إن قال لا فإنك في مدينة الصادقين.
قرر والدان وابنان قضاء بعض الوقت معا وصيد الأسماك. تمكن كل واحد منهم من الإمساك بسمكة واحدة فقط، وعندما عادوا إلى المنزل كانوا يحملون 3 أسماك فقط ولم يفقدوا أي سمكة في الطريق. كيف يعقل ذلك؟ لم يقل اللغز من الأساس إنهم كانوا 4 أشخاص، بل كانوا جداً وابنه وحفيدة. كانت السيدة جونز تصنع مربى مشمش. كانت تتبع التعليمات، ثم تشتت انتباهها قليلاً فوضعت كل المشمش في القدر وحركته، ثم أدركت أنه كان يجب عليها عد حبات المشمش قبل تحريكها لتعرف كمية السكر التي يجب عليها إضافتها. هل تمكنت من صنع مربى جيد في النهاية؟ لحسن حظ جميع أفراد عائلتها فالإجابة نعم، فقد أحصت عدد حبات المشمش في القدر بمجرد عد البذور. كان رجل يقود شاحنة ضخمة وكانت مصابيحها الأمامية مطفأة. لم يكن القمر مضيئا في السماء لإنارة الطريق. ركض كلب على الطريق أمام المركبة مباشرة. كيف تمكن السائق من رؤيته وإيقاف الشاحنة حتى لا تصدمه؟ يا له من لغز صعب، ألا تتفق معي؟ لم أقل إن الجو كان مظلماً بالخارج. حدث كل ذلك في يوم مشمس، لذا لم يكن السائق بحاجة للمصابيح الأمامية أو القمر لرؤية الطريق أمامه. لدى رجل عجوز 3 أبناء، عندما حان وقت تقرير من سيحصل منهم على ثروته، لم يستطع أخذ القرار. أراد ترك المال لوريث سينفقه بحكمة، لذا أعطى كل واحد من أبنائه 4 قروش وطلب منهم أن يعودوا مع شيء يملأ الغرفة بأكملها. أحضر الابن الأكبر بعض القش لكنه بالكاد غطى الأرضية، وأحضر الابن الأوسط طوبا لكن لم تكن الكمية كافية، لكن تبين أن الابن الأصغر الأذكى. ما الذي اشتراه؟ لقد اشترى هذا العبقري شمعة وعلبة أعواد ثقاب، وملأ الضوء الغرفة على الفور. إن كانت المسافة إلى أمريكا 1500 كيلومتر و1800 كيلومتر إلى اليابان و2200 كيلومتر إلى نيوزيلندا و1600 كيلومتر إلى البرازيل، فكم تبعد المغرب؟ آمل أن تكفيك 10 ثواني لحل هذا اللغز الجغرافي. حسناً، هذا اللغز لا علاقة له بالجغرافيا في الواقع، بل مرتبط بالرياضيات. تبعد المغرب 1300 كيلومتر، وذلك لأن كل حرف مد في أسماء البلدان يعادل 300 كيلومتر، وبقية الحروف تعادل 200 كيلومتر. هل تمكنت من حل جميع الألغاز في المستويين الأولين؟ تهانينا، لقد حان وقت المستوى الثالث لنرى إن كنت ستتمكن من اجتيازه. في هذا المستوى سأمنحك 15 ثانية لكل لغز. كتب الطبيب وصفة دواء لجدك. لديه 4 حبوب، حبتان لتخفيف وجع ظهره وحبتان للصداع. المشكلة أنه خلط الحبوب بالخطأ، وجميعها لها الشكل والرائحة نفسهما. يجب أن يأخذ حبة للظهر وحبة للصداع الآن. هل يمكنك مساعدته في تناول الدواء الصحيح؟ ستبدأ 15 ثانية الآن. من المستحيل أن تميز الحبوب من النظر إليها، لذا فخيارك الوحيد قطعها جميعا إلى أنصاف بحيث يتناول جدك نصف كل حبة. رفع ممثل مشهور قضية على مصور كان يتطفل على حياته الشخصية، وعندما حان يوم المحاكمة اتضح أن المحاميين يعرفان بعض، والأعظم من ذلك أن أحدهما والد ابن الآخر. كيف يعقل ذلك؟
كانت الزوجة تواجه والد ابنها في المحكمة، فهذان المحاميان هما الزوج والزوجة. تدق الساعة 6 مرات في الساعة 6:00 صباحاً، والدقتان الأولى والأخيرة بينهما 30 ثانية. هل يمكنك معرفة المدة التي ستستغرقها الساعة لتدق 12 مرة في منتصف الليل؟ انتهى الوقت. هل تعتقد أن الإجابة 60 ثانية فقط؟ هذه إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 66 ثانية. كان هناك 5 فواصل زمنية بين الدقات 6 في الساعة 6. إذا قسمنا 30 على 5، فسنرى أن كل فاصل زمني بين الدقيقتين يدوم 6 ثوان، وسيكون هناك 11 من هذه الفواصل في منتصف الليل، لذا ستستغرق الساعة 66 ثانية للدق 12 مرة في منتصف الليل. كان يقف على قمة جبل موحش رجل متجمد من البرد ويحمل عود ثقاب في يده. هل يمكنك أن تخمن كيف وصل إلى هناك؟ كان يحلق في منطاد مع صديقه، وعندما رأيا جبلاً لم يتمكن من اللف حوله، خلعا ملابسهما ورموها لتخفيف وزن المنطاد حتى يحلق لأعلى، لكن فشلت الخطة، لذا كسر عودي ثقاب. اضطر الشخص الذي كسر عود الثقاب الأقصر للقفز من المنطاد، وبقي الثاني على متنه. يقول مايك للجميع إنه فريد، فقد كان عمره 17 سنة في اليوم الذي سبق الأمس، لكن في العام المقبل سيصبح عمره 20 سنة. كيف يعقل ذلك؟ ولد مايك بتاريخ 31 ديسمبر، لذا إن كان اليوم الأول من يناير فيصح القول إنه كان في 17 من عمره قبل أمس. بلغ 18 سنة في اليوم التالي، وسيكون عمره 19 سنة في اليوم الأخير من هذه السنة، و20 سنة في السنة القادمة. يحلم ملايين السياح من جميع أنحاء العالم بزيارة برج إيفل، لكن جي دو موباسون لا يطيق هذا البرج، وكل يوم يتناول غداءه في مكان في باريس لا يمكن رؤية البرج منه. ما هذا المكان؟ انتهى الوقت. هل أنت مستعد لسماع الإجابة؟ تناول طعامه في مطعم يقع في قاعدة البرج، لذا لم يستطع رؤية البرج من هناك. كان براد يجلس في مقهى، ثم رأى ذبابة في قهوته. طلب من النادلة أن تحضر له قهوة أخرى. بعد أن حصل على كوب جديد وأخذ رشفة منه، شعر بالغضب. عرف براد أنه كوب القهوة نفسه الذي شرب منه في الأول. كيف عرف أنه كوب القهوة نفسه؟ في الواقع لا يتطلب هذا اللغز أن تكون خبيراً في القهوة لتتوصل إلى الإجابة الصحيحة. كانت القهوة الثانية حلوة الطعم. وضع براد بعض السكر في كوبه الأول قبل أن يرى الذبابة. هناك 3 مفاتيح إضاءة في القبو، وكل مفتاح مرتبط بواحد من المصابيح 3 في العلية. يمكنك تشغيل هذه المفاتيح وإطفائها وتركها في أي وضعية، لكن كيف يمكنك معرفة أي مفتاح يضيء أي مصباح إن كان مسموحا لك بالصعود للعلية مرة واحدة فقط؟ انتهت 15 ثانية. أولاً، يجب أن تترك المصباح الأول مشغلاً لبضع دقائق، سيصبح دافئاً.
بعد ذلك يجب عليك إطفاؤه وتشغيل مصباح آخر، ثم اذهب إلى العلية والمس المصابيح لتعثر على المصباح الدافئ الذي شغلته أولا، بعد ذلك ستعرف البقية. في قديم الزمان كان هناك فيلسوف نسي إصلاح ساعته العتيقة الضخمة على الحائط، وبالطبع لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر أو هواتف أو راديو أو تلفاز في ذلك الزمن. ذهب الرجل إلى منزل صديقه سيرا على الأقدام في طريق مستقيم منعزل وقضى الليلة هناك، ثم عاد إلى منزله، لكنه عرف كيف يضبط الساعة على الوقت الصحيح. كيف ساعده السير في ذلك الطريق على معرفة الوقت؟ لن أعطيك الإجابة على هذا السؤال، شارك إجابتك في قسم التعليقات أدناه. ستيسي وسارة صديقتان تعيشان في مدينتين بعيدتين وتحبان تبادل الهدايا عبر البريد. هذه المرة اشترت ستيسي هدية مميزة لسارة، عبارة عن قلادة ذهبية تحمل الأحرف الأولى من اسمها. تخشى ستيسي من فقدان هذه الهدية أو سرقتها عند إرسالها بالبريد، ولديها مجموعة من الأقفال، لذا يمكنها بسهولة قفل صندوق الهدية. لكن تكمن المشكلة في أن سارة لا تملك مفاتيح أقفالها، كما أن لديها هي الأخرى مجموعة أقفال مع مفاتيح لا تملكها ستيسي، وبالطبع لا يمكن لستيسي إرسال الصندوق المقفل والمفتاح معا. هل تعتقد أنه من الممكن توصيل القلادة بأمان؟ لم تكن المهمة سهلة، لكنهما تمكنتا من العثور على طريقة لذلك. وضعت ستيسي القلادة في الصندوق ووضعت قفلا عليه وأرسلته إلى سارة، ثم أضافت سارة أحد أقفالها إلى الصندوق عندما تلقت، ثم أعادته إلى ستيسي. عندما تلقت ستيسي الصندوق أزالت قفلها وأرسلته مرة أخرى إلى سارة، وهكذا كان المفتاح بحوزة سارة وتمكنت من فتح الصندوق، وانتهت الألغاز. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.